11 امبارح خالد على لحوم العين النهارده خالد بيتدفع على لحوم العين هنا خالد من الجو ده بقى طبعا الجو انا شفت راكب طفان اصلا بيتدفى المناكب حررنا خلاص احنا كده الحريه ده جات لنا لغايه عندنا كلنا حسينا بالحريه الحريه في تمنها غالي قوي مستاهل عشان نطلع بص قد ايه اللي حصل ده كله بس تعبنا شويه وضحينا شويه وضحينا بشباب وشفت الناس اللي كانت بتموت يوم الاربعاء ده بالكمال حزينه وبلبس اسود على طول لان حاسه ان حقه ما خدناهوش دلوقتي خدنا حقه حتى لو القضيه ما انتسبتش ولا حتى اللي هم المخبرين اللي موتوه يتعاقبوا مش مهم بس عاقبه الراس الكبيره انا اتعرض عليا حجتين وشقه بس نتنازل عن القضيه قلت لهم لا وقفلت الباب عملوا كل الحيل والله انا بقول لبنتي اوعي تداعي اليوم حرام يا بنتي ده مش شاب بس والله قلت كده قالت لي انت عبيطه وحقك قلت لها عند ربنا برضه دي روح شباب كتير هناك بيتمسك ظلم بيتضرب ظلم وبيرموه في الترعه بيرموه في اي حته ما سمعت الخبر بتعيط على طول بصرخ بحضن خالد وبعيط مش عارفه ايه اللي جرالي حتى كلهم قالوا لي اضحكي وافرحي مش حاسه انا بعيط على طول ان هو ما حدش هيجرى له زيه ما انا بقيت بزغرط وبعيط مع بعض مبسوطه ان هو مشي خلاص الناس دي بقت حره وزعلانه ان خالد مش موجود معانا مبسوطه ان حمو رجع وزعلانه ان هو مش موجود دلوقتي في الوقت ايوه هلبس ابيض